والثالث هو بوشار الذي سيرفع الكأس السيدة الكأس الآن، يتسلم اللحظة التاريخية والكبيرة. تأتيكم الآن أيها المشاهدون الكرام ولنهائي كأس الجمهورية، وهو الأول من نوعه بين شباب بلوزداد وبلودية الجزائر، وتتويج الشباب وأنصاره. الموسم الماضي نذكر أمام أولمبي شلف، وبذلك يعود أولمبي شلف المتوج الموسم الماضي موسم 23 بالكأس، عوض شباب بلوزداد ووصل مرة أخرى إلى النهائي وتوج بالتاسعة. السيدة تحمل من طرف قائد الفريق والرئيس تحت أنظار أنصار شباب بلوزداد فوق مدرجات ملعب 5 جويلية. مثل ما قلت، المكان والزمان واللحظة التاريخية تأتيكم الآن أيها المشاهدون الكرام. هنيئا لشباب بلوزداد ولأنصاره بهذا التتويج التاسع ورقم قياسي بالنسبة للأندية الفائزة بالكأس. كان ذلك على حساب المولودية بواحد مقابل لا شيء. سفيان، بلال،